افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع لتكنولوجيا الإيثيلين. ويعد هذا المؤتمر من أهم الأحداث على أجندة المؤتمرات والمعارض في مجال صناعة الإيثيلين، والذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين. أكثر من 400 شخصية شاركت في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإيثيلين بنسخته الرابعة تحت شعار تطوير وصناعة الإيثيلين من خلال عمليات وتقنيات فعالة، وذلك بهدف مناقشة وصياغة مستقبل هذه الصناعة وزيادة الكفاءة التشغيلية والاستدامة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي. وصراحة فرصة لكل مهتمين بالصناعة الإيثيلين، اللي هي الإيثيلين هي الباك بون، يعني هي أساس أو حجر الأساس للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. فهي صراحة بعد إحنا انقطاع يمكن سنتين وأكثر من الكوفيد والتحديات، الصناعة فيها تحديات كبيرة، فمثل هاللقاءات صراحة تمثل فرصة للمهتمين بالصناعة إن مو تبادل معلومات فقط، لكن تبادل معلومات وخبرات، والتكنولوجي بروفايدرز اللي عندهم سوليوشنز، موضوع السستينابيليتي والبيئة. النسخة الرابعة من هذا المؤتمر تحدثت عن أفضل الممارسات في تحسين العمليات والرقمنة والموثوقية وكفاءة رأس المال، حيث يحرص القائمون على هذا المؤتمر على وضع الاستراتيجيات التي تسهم في تطوير هذه الصناعة محافظة على البيئة. شركة شيفرون فيليبس أو إسكيم أحد الرعاة لهذا المؤتمر، لما له أهمية في مجال تطوير الأعمال وتبادل المعلومات في المجالات الهندسية، وعلى رأسها الطاقة والاستدامة. وعلى هامش هذا المؤتمر أقيم المعرض المصاحب بهدف تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع عن كثب على أحدث التقنيات الحديثة.